السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمادة من قناة حمادة دي جي. إن شاء الله بإذن الله النهاردة نحكي عن السماعات العلبة الحمراء والعلبة الزرقاء. العلبة الزرقاء والعلبة الحمراء الاتنين جنب بعض، تمام؟ تمام؟ بس فاحنا هنخلينا في الكينود النهارده، بس هنخلينا في الكينود العلبة الحمراء والعلبة الزرقاء. بالنسبة للعلبة الحمراء يا جماعة، في ناس اختلفت عليها، بتقول إن الحمراء أقوى من العلبة الزرقاء الكينود. لا، الاتنين كويسين، بس العلبة الحمراء بتدي بيس أكتر، تمام؟ لكن العلبة الزرقاء الميد رينج والتريبل والبيز مظبوطين والصوت نقي وعالي. دي الفرق بينها وبين ديت، إن الحمراء بيزها عالي بس ممكن يكون صوتها بتمسك، لكن العلبة الزرقاء صوتها عالي وقوي وميد رينج وتريبل وبيز عالي. فأنا بصراحة يعني أنا أرشح العلبة الزرقاء بس. والسماعة في الكنود سماعة صوتها. المرة الجاية بقى نحكي عن الدبل بيز. المرة الجاية إن شاء الله هنحكي عن الدبل بيز بقى ونظامها. النهاردة هنحكي عن شوية عن الكاستات الأندرويد والكاستات السبعة بوصة، في منها الدبل بيز وفي منها أوماتشي. ومعانا النهاردة هنعمل مفاجأة للأستاذ أحمد طلبة وهو في المحل، ونشوف أنواع الكاستات الأندرويد الوحشة والحلوة. اتفضلوا معانا. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. عايزين نحكي شويه بس عن الكاستات الاندرويد اللي عندك. اول حاجه بنعيد على الساده المشاهدين ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين بحلول شهر رمضان الكريم المبارك، ماشي؟ وبنحب نقول لكم بمناسبه حلول شهر رمضان، احنا عاملين عرض على كل الشاشات التسعة بوصه الدبل بيز، اسعار محدش بيبيع بالسعر دوت باذن الله. الاندرويد اللي عندنا في منه 32 رامات 2، وفي منه 16 رامات 2، وفي عندنا دبل بيس 9 بوصه عاملين عليه عرض ان شاء الله، اللي هو كل ماركات العربيه، كل الانواع دي، كل الانواع اللي موجوده. والكاستات العاديه السبعه بوصه، في منها السيمفوني وفي منها الادريان وفي منها الاوماتشي، ماشي؟ وفي منها الدبل بيس وفي منها بلاك فيليو والروديكس، تمام. بالنسبه للكاسات السبعه بوصه، ايه الوحش وايه الحلو في الانواع دي؟ والله هو في انواع كتيره غير منتشره، بمعنى في مستوردين كتير بيستوردوا كاسات ما عليهاش ماركات. احنا بنحب نجيب كل حاجه ماركه بتاعت شركه عشان نريح نفسنا، نمد ضمان لمده سنه. تمام، يعني انت بتجيب الكاسات مع ضمان سنه وماركه طبعا في نفس الوقت. اهم حاجه ان هو يكون ماركه من شركه محترمه وتعامل للعميل معامله محترمه، اهم حاجه الصيانه. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه. مع تحيات حمادة دي جي.